البلاد بتعاني من جفاف، والملك يونغو كان محتار يعمل ايه. المسؤولين في البلد نصحوه انه لازم يجوز الاميرة بنته علشان يخلصوا من اللعنة. فالملك امر بدعوة مفتوحة علشان يختار العريس الملكي المناسب للاميرة، وقرر يديله كمان منصب في الحكومة. مش كده وبس، كمان قطعة ارض من ارض الملك. ده سيو، واحد من مفتشين حرس الملك. سيو قبض على الكاهن المحلي سو بتهمة خداع الناس، خداعهم في علم التنجيم والطاقات الكونية. في نفس الوقت كان اتعلق ورقة بالحفلة اللي الملك هيعملها علشان عريس الأميرة. الأميرة اللي عندها 19 سنة، لكن الكل شايفها عانس وصعب تتجوز بعد كده. كمان معروف عنها ان هي قبيحة جدا، وكمان مشؤومة، واللي هتكون نحس على اي عريس يتجوزها. لكن الملك علشان عارف الكلام اللي بيتقال على بنته، كان عرضه للعريس ان يوفر له شغل في الحكومة وكمان الارض، وده الشيء اللي هيخلي كتير قوي يتقدمه علشان يكون عريس للأميرة. سيو عرف قصة الأميرة القبيحة والمشؤومة، وعرف كمان ان الكلام ده طلع عليها من يوم ولادتها لما توفت مامتها وهي بتولدها. والملك أمر بخروج الطفلة من القصر نفس يوم الولادة علشان شافها مشؤومة، واللي كانت سبب في موت مامتها. لكن بعد سنين لما الأمير مرض، الكهنة قالوا له إن لازم يكون جنبك حد من دمك، الشخص اللي هيكون جواه طاقة المعدن واللي هتساعدك إنك تشفى. ما كانش قدامه حد غير إنه يرجع بنته تاني للقصر، الأميرة واللي كانت طفلة ساعتها، واللي قدروا يبعدوها عن مربيتها كمان، وده علشان عندهم طاقة ضد بعض، الشيء اللي حزن الأميرة جدا. حاولوا كمان يتخلصوا من النحس الموجود فيها، عملوا لها تعويذات وحطوها في مياه مباركة. بعد كده الملك خف فعلا، ومن اللحظة دي بقى يؤمن جدا بكلام علماء الفلك، وكمان خلى الأميرة تفضل معاه في القصر على طول. الأميرة اللي عاشت مع باباها في القصر ومخرجتش منه أبدا من اليوم ده، دي الأميرة سونجوهو، الأميرة الجميلة جدا عكس ما معروف عنها. الأميرة اللي كانت متحمسة جدا علشان بدأوا يختاروا العريس ليها، والعرض المغري اللي قدمه الملك فوق العروسة كان سبب إن آلاف العرسان اتقدموا ليها، وده خلى الملك يحط شروط تانية علشان يقلل شوية العرسان. وقدروا فعلا يعملوا تصفيات. كانت الأميرة سعيدة جدا إنها هتتجوز، لكن لما زارتها أختها الكبيرة قالت ليها إن الجواز أسوأ حاجة ممكن تحصل لك. قالت لها كمان إن الكهنة غلطوا في تحديد العريس المناسب ليها. أختها قالت لها إن الجواز بالنسبة ليها كان أسوأ غلطة عملتها في حياتها، وإنها بتموت من الألم كل يوم. الأميرة اللي كانت بتحلم بالحب والجواز اتفاجأت جدا بكلام أختها، اتصدمت لما سمعت إن مفيش حاجة اسمها حب أصلا. الأخت كمان قالت للأميرة إنك هتاخدي أكبر صدمة في حياتك، وده لما تلاقي سريرك بارد مفهوش الحب. ده المفتش يون الشرطي في حرس الملك، واللي قدر يعرف من الكاهن اللي قبضوا عليه ان في تزوير في اختبارات العريس، وامر بالقبض على الكاهن اللي زور في الاختبارات. لكن الملكه طلبت تشوف المفتش يون، قالت له افرج عن الكاهن وقطع كل الادله اللي ضده. الملكه ام ولي العهد، ولي العهد المريض العقلي، اختارت المفتش يون علشان طاقته وذكائه واللي هيساعده ابنها ان يوصل للحكم رغم مرضه العقلي. قالت له ان طاقتك هتكمل طاقه ابنها الضعيفه، علشان كده اتفقت معاه انه يتجوز الاميره لضمان وجوده في القصر مدى الحياه. رغم ان الملكه وام ولي العهد عرفت ان هو عريس مش مناسب للأميرة، وده حسب كلام الكاهن، وإن طاقته ضد طاقة الأميرة، الشيء اللي هيخليها مش سعيدة أبدا. كل ده مش فارق معاها، المهم ابنها يوصل للحكم. الأميرة بعد ما سمعت كلام أختها قررت ما يكونش مصيرها في إيد الكاهن زي ما حصل مع أختها، مش عايزة تعيش التعاسة في الحب. علشان كده قررت تطلع من القصر وتشوف بنفسها الأربع عرسان المترشحين للجواز ليها. لكن كان عليها الأول توصل لأسماء المرشحين، الأسماء الموجودة تحت حراسة المفتش سيو. ولما راحت علشان تشوف الأسماء سمعت بالصدفة المساعدات بيتكلموا عن المفتش يو وقد ايه ان هو حظه وحش علشان هيتجوز الاميره القبيحه والمنحوسه. بعد كده سمعته هو ونفسه وهو بيقول ان بوسه واحده من الاميره كفيله انها تخليه تعيس مدى الحياه، وان الحظ السيء يفضل معاه. كانت متغاظه جدا منه، قربت منه علشان تبوسه علشان حظه يبقى سيء فعلا، وده زي ما هو معتقد. لكن اتفاجئت انها باست شخص تاني وهو المفتش سيو مش هيو العريس. كانت متلخبطه جدا على الاخر، وهو كمان كان متفاجئ ومش فاهم مين دي وليه عملت كده. مشيت بسرعه وسابته وهو مصدوم. راحت علشان تعرف اسماء المرشحين الاربعه قبل ما تخرج من القصر، لكن مساعد المفتش سيو سرق ليها القايمه كلها واللي معرفتش ترجعها، واضطرت تاخدها وتخرج بيها من القصر. المفتش سيو اكتشف ان الاسماء اتسرقت، واول واحد شك فيه هو المساعد بتاعه. المساعد فعلا اعترف وقال له ان هو كان محتاج فلوس، وان مساعدة الأميرة ماني هي اللي كانت عايزة اسماء المرشحين وهو مش عارف السبب. في الوقت ده قدرت الأميرة فعلا تخرج من القصر، وكانت اول مرة تطلع منه. دخلت السوق وكانت سعيدة جدا لوجودها مع الناس البسيطة، تقريبا هي الوحيدة اللي كانت بتضحك جوه السوق. كل الناس كانت مهمومة وحزينة بسبب الجفاف، وبعد كده لفت نظرها جوع الاطفال، ولما جابت ليهم اكل قالوا لها ان الأميرة لما تتجوز الجفاف هيخلص والدنيا هتمطر. قالوا لها بس المشكلة ان الأميرة قبيحة جدا ومش ممكن تتجوز. كانت
تسمعهم وهي مستغربة جدا. كمان الأطفال كذبوا عليها وقالوا لها إنهم شافوا الأميرة واللي كان وشها معجون في بعضه. هي ضحكت وقالت ليهم بصوا كده على وشي الأميرة شبهي بالظبط. الأطفال سكتوا شوية بس بعد كده قالوا لها مش قلنا لك إنها قبيحة جدا. الأميرة مش عارفة تقول لهم إيه بعد رأيهم فيها. وصلت لبيت أول مرشح واللي كان اسمه السيد الصغير تشو، لكن وهي واقفة على الباب قابلها المفتش شيو. كان مستغرب هي ليه لابسة لبس الرجالة ومش فاهم هي ليه بتعمل كده. هددها إن هي لو مرجعتش القايمة اللي فيها الأسماء هيضطر يبلغ عنها القصر، لكن الأميرة خدعته وقالت لها إنها ما خدتهاش وإن هي هنا علشان بتحب السيد الصغير تشو، ولما عرفت إن هو هيتجوز أميرتها جت علشان تشوفه لآخر مرة في حياتها. كان عايز يشوفها بتكذب ولا لأ. أخدها ودخل بيها على بيت الوزير وهناك كانت المفاجأة. الاتنين اتفاجئوا إن العريس عنده 13 سنة وإن بابا الوزير هو اللي عايزه يتجوز الأميرة. طبعا الأميرة كانت محرجة جدا قدام المفتش اللي عرف إنها بتكذب، وكمان بقى متأكد إن وراها حكاية، لكن ده ما يمنعش إنه بدأ يعجب بيها جدا. في حاجة قوية جدا بتشده ليها، لكن هو أعجب بالمساعدة، مساعدة الأميرة، أعجب ليها وانشد لها رغم إن هو مش فاهم هي ليه بتعمل كده. راحت بيت المرشح العريس التاني كأنها قارئة للكتب، ولما دخلت عرفت إن هو بتاع ستات جدا وقال قدامها إن هو صحيح هيتجوز الأميرة لكن أسوار القصر كله مش هتمنعه إنه يستمتع مع غيرها. كانت مصدومة جدا من اللي بيقوله وشربت كتير من زعلها، شربت لغاية ما سكرت. المفتش سيو كان موجود وأخدها بعيد عن الكل، بس هي كانت حزينة جدا وهو بيبص لها وهو حيران جدا مش فاهم إزاي بتيجي أماكن زي دي وإزاي بتعرض نفسها للخطر بالمنظر ده. هي كانت بتضحك من السكر، قالت له بطل تمشي ورايا وسيبني في حالي. بعد كده نامت على كتفه. لما لقاها نايمة قال لها أنا كمان مش عارف أنت ليه دايما في بالي. في الوقت ده جت المساعدة بتاعتها وأخدتها منه. الكاهن عرف المفتش سيو إن الملكة يونغ زوجة الملك هي اللي ورا التزوير واللي زورت معاهم أوراق الانسجام الزوجي لعرسان الأميرة. الملكة اللي عايزاها تاخد أسوأ عريس علشان يقوي مركز ابنها ولي العهد المريض العقلي ويقدر يوصل للحكم. بعد كده المفتش يون طلب من سيو إن يزور له ورق انسجامه مع الأميرة علشان الملك يختاره هو العريس ويرفض باقي العرسان المتقدمين. سيو رفض في الأول لأن ده ضد مبادئه، لكن هدده إن هيموت أخوه الضرير، فاضطر فعلا يزور الورق اللي هيوصل المفتش سيو للقصر ويبقى عريس الأميرة. في نفس الوقت الأميرة وصلت للمرشح الثالث واللي كان شخص ظالم جدا ومفتري بيعذب اللي بيشتغلوا عنده، ولما الأميرة ساعدته قبض عليها هي كمان. طبعا ما كانش يعرف إن هي الأميرة، لكن المفتش سيو قدر ينقذها. سيو أنقذها فعلا وعرف إن هي الأميرة بالصدفة لما كان بيزور الورق المفتش يون. الأميرة وهي معاه عرفت إن هو عرف إن هي الأميرة الهربانة من القصر، بس هو مش فاهم ليه هي عملت كده. الأميرة كانت حزينة جدا، قالت له إنها هترجع تاني للقصر بعد ما تشوف العرسان. قالت له إن هي مش عايزة الكاهن هو اللي يحدد مصيرها وإنها عايزة تعيش الحرية في مكان بعيد مع الحب الحقيقي، مش عريس مترشح من كاهن. بالليل الأميرة مرضت جدا وهو خرج عشان يجيب لها دواء، لكن لما رجع ما لقاهاش في المكان. الملكة قدرت توصل للأميرة ورجعتها القصر تاني علشان تتجوز وبكده تنفذ خطتها بوصول ابنها للعرش، وخاصة إن هما بقى معاهم الورق المزور اللي يثبت الانسجام الزوجي بين الأميرة والمفتش يون. المفتش اللي قدر يحبس يون علشان يضمن إن الجواز يتم من غير أي عقبات. فعلا الملك كان بيعلن إن المفتش يون هو اللي فاز من المرشحين الأربعة لأنه أكتر واحد مناسب للعروسة، لكن دخل عليهم سيو واللي قدر يهرب بمساعدة الكاهن المحلي. دخل على الملك واعترف له ان هو زور الورق بنفسه وان المفتش عريس مش مناسب للأميرة. لما الملك سأله انت ليه جيت واعترفت دلوقتي، قال له هو حزين جدا لاني مش عايز الأميرة تعيش تعيسة. كانت الأميرة بتسمعه وعينيها مليانة دموع وحزن. بعد كده الملك أمر بالقبض على كل اللي اشتركوا في المؤامرة بما فيهم زوجته الملكة يونغ الملكة أم ولي العهد، وأمر بنفي المفتش سيو بره البلاد للخيانة ضد القصر الملكي. راحت الأميرة لباباها الملك طلبت منه يعفو عن سيو واللي اتأكدت انها بتحبه وانه شخص صالح جدا وعمل كده علشان يحمي اخوه. اتجرأت وقالت لباباها الملك ان هي عايزة تحب، عايزة تعيش السعادة مع سيو، لكن الملك اتعصب جدا ورفض كلامها. الأميرة قالت له لو خرجت الحب من الحياة مش هيفضل حاجة تستحق نعيش عشانها. بعد شوية المطر نزل فعلا، كانت رسالة للملك ان الحب الحقيقي دخل قصره، الحب اللي كان سبب في انتهاء الجفاف في البلاد، الشيء اللي هو مؤمن بيه جدا. ودخل لا يروح للأميرة ويقول لها اخرجي من القصر، اخرجي علشان تعيشي حب، بس قال لها لازم تعرفي ان هيكون صعب رجوعك تاني على هنا. كان بيتألم جدا انه هيفارق بنته واللي بقت محببة لقلبه، لكن علشان تعيش الحب هيسيبها علشان تكون سعيدة وكمان هيساعدها لغاية ما توصل لحبيبها. اجتمع بالوزراء وقال لهم ان هو شايف ان بنته غلطت غلطة كبيرة لما هربت من القصر، علشان كده اعلن ان هو هيحرمها من لقبها الملكي وكمان هينفيها بره البلاد. الملك كمل خطته علشان يساعد بنته انها تعيش بحرية بعيد عن القيود الملكية. بأمر ملكي منه خلى بنته غصب عن الكل تعيش الحب زي ما بتحلم. الأميرة خرجت فعلا من القصر وكان معاها الحراس عشان توصل للمفتش سيو، لكن لما وصلت ما لقيتهوش، عيطت بحرقة
عليه، لكن مسك كتفه وقال لها انت بتعملي ايه هنا؟ قالت له هي بتعيط برضو، انت وحشتني علشان كده جيت. ابتسم ابتسامة رضا لانه شافها من جديد. مشي وهي مشيت وراه. وقفته الاميرة اللي مش واثقة من مشاعره لغاية دلوقتي، عايزة تعرف منه هو شايفها ازاي. ولما كان بيبص لها وهو ساكت كانت هتمشي، لكن هو وقفها قال لها انك في قلبي من اول لحظة شفتك فيها. الاميرة المنحوسة زي ما بيقولوا عليها قدرت تغير حظها السيء، وده لما لقت الشخص الصح واللي حبها من كل قلبه، حبها يمكن اكتر كمان من حبها ليه، الحب اللي خلاها تستغنى عن لقبها الملكي وكمان قصرها. وبكده قدرت الأميرة تعيش الحاجتين اللي هي بتتمناهم، الحب والحرية.